من احسن الفقرات اللي انا بحب جدا اعملها في نهارك سعيد وبحب اقدمها، يعني هي بتبقى في الفقرات اللي بستضيف فيها شباب، شباب مصري يفرح بجد. النهارده معانا شباب يفرح وهم عندهم حاجه اسمها سكوبس، هنتعرف عليها اكتر من خلالهم. بس هي منظمه طلابيه بتهدف لاعداد قيادات من الصيادله قادره على غزو السوق الصيدلي، والنهارده هيكلمونا كمان عن تحضيرهم لمؤتمر السنوي اللي بينظموه مع اكبر الشركات العالميه في الادويه. خلينا نفهم منهم اكتر. فمنورنا في استوديو حسن طلعت نائب رئيس العلاقات العامه، صباح الخير يا حسن. صباح الخير. وحسام الفقي نائب رئيس المنظمه التنظيميه للمؤتمر، صباح صباح الخير. الخير. خلينا نبدا في البدايه ونعرف الساده المشاهدين ايه هي سكوبس. سكوبس دي ستودنت اكتيفيتي او نشاط طلابي، كل اللي قايم بيه طلاب. يعني ايه سكوبس في الاول؟ ستودنت كونفرنس اون فارماسيوتيكال ستاديز، المؤتمر الطلابي للدراسات الصيدليه. اوكي. ده مجموعه طلبه هم اللي بيديروا الموضوع كله، كلنا طلبه في طلبه ودي اهم حاجه فينا. بننقسم لايه؟ بننقسم لجزء تنظيمي وجزء اكاديمي، واتش ار دول المسؤولين عن الانترفيوز، مسؤولين عن التقييم العمل كله من اول بريزنت بتاع او رئيس المنظمه لاخر لاصغر حد في المنظمه، الممبرز اي اعضاء في المنظمه هم مسؤولين عن التقييم. وهدفها ايه سكوبس؟ واتكونت امتى كمان؟ دي احنا من 2006. كان برضو كانت فكره صغيره بدات تكبر من 2006، برضو مجموعه طلاب قعدوا مع بعض بدات تطلع الفكره ان هم ازاي ينموا الطلبه، الناس اللي طالعه من صيدله ازاي ياهلوهم لسوق العمل. يعني بالظبط بدات في الاول بورشه عمل واحده يصطدموا اسمها بسوق العمل. يعني عشان الموضوع اللي احنا بنتعلمه في الكليات حاجه، ولما بنصطدم بسوق العمل حاجه مختلفه تماما. سوق العمل غير الدراسه خالص. بالظبط. فالفكره بدات تكبر اكبر اكبر، بدانا نخش في احتراف شويه للموضوع، بدانا نتعامل مع شركات، فبدانا نفهم الموضوع اكتر بطريقه اعلى شويه. بس اتكونت من فكره بسيطه لفكره على مستوى كبير، طلبه فينا اعداد كبيره دلوقتي وماشيين. بقى الجزء التنظيمي بدا بقى يكبر كمان، الجزء التنظيمي في اللي هو العلاقات العامه اللي هو انا بمثلهم. في انت دورك ايه بالظبط؟ الدعايه العلاقات بالظبط، الدعايه للمؤتمر زي ما انا موجود دلوقتي، اطلع اتكلم اي حد. انا اللي بتقسم شخصيات عامه بقابلش بقابل شخصيات. انا المسؤول ان انا اعرف عن سكوبس في اي لاي مكان. تحتيه تيم بننزل الجامعات كليه الصيدله بره، لو في اي حدث سكوبس عاملاه لاي طلبه صيدله بره بننزل احنا نعرف الطلبه دي، ننزل نكلمهم. هو مقتصر على طلبه عين شمس بس ولا ممكن صيدله من جميع محافظات القاهره؟ لا مصر عامه، من جميع محافظات القاهره. القاهره من جميع محافظاتها، بالذات الجزء الاكاديمي كمان ده يعني قائم على طلبه من كل كليات الصيدله في القاهره كلها. عايز اتكلم عن المؤتمر التوظيفي السنوي، عن التحضير ليه. المؤتمر التوظيفي هو احنا كل سنه من ضمن الايفنتات بتاعتنا، ويمكن ده الايفنت الاكثر، يعني ده الحدث الاكثر انتشارا. ده فعلا ده اللي بيجيب الناس من كل انحاء الجمهوريه. بنعمل انت زي ما كان حسن بيقول، دايما الطالب لما بيطلع في سوق العمل بيتصدم. بالظبط. والاصعب من كده ان هو يوصل اصلا لسوق العمل. ده صحيح. فاحنا بناخد بايد الطالب وبنجيب الشركات وبنحس ان احنا نجمع ما بينهم عندنا في الكليه. بنتجمع الشركات في 3 ايام، بيجي كل واحد محضر السي في بتاعه، محضر هو عمل ايه في حياته، ايه اللي يقدر يقدمه للشركه. وبيبقى في ممثل من الشركه قاعد ممكن يعمل له انترفيو صغير او مقابله صغيره بحيث ان هو يقيمه، او ممكن ياخد السي في على طول، او بيعمل له ميعاد مقابله. وبتبدا السي فيات دي كلها تروح الشركه، بتبدا الشركات كلها بتكلم الناس، تعمل معاهم مقابلات ويشوفوا مين اللي يقدر ياخده منهم. بتلاقوا اقبال من شركات كتيره بتحب ان هي تشارك معاكم، ولا الاقبال بيبقى ضعيف من الشركات؟ الاقبال يعني ساعات بيبقى كويس، بس المشكله دلوقتي في حاله البلد الاقبال ساعات ما بيبقاش عالي. بس احنا لحد ما سكوبس بدات تبقى معروفه لينا تعامل مع شركات على فترات كبيره، فالاقبال دلوقتي يعني غير اي اكتيفيتي تانية او اي منظمه تانية، الاقبال على سكوبس بقى بيبقى عالي دلوقتي بسبب ان احنا الدعايه بتاعتنا بقت كبيره، اسمنا بقى كبير وسط الشركات الادويه. فبقى ان هم سعداء ان هم يشاركوا معانا، يعني حتى لو حاجه غير مؤتمر التوظيف ده لما بننزل ندعوهم مثلا ليه، بيبقوا مرحبين بالموضوع عن اي حاجه تانية. زي مثلا احنا عندنا الاسبوع الجاي سيشنز كده او حاجات حبينا نخرج شويه عن المجال الصيدلي اللي احنا عاملينه، او نفيد باقي الناس برضو الطلبه اللي ما جاتلهمش فرصه ان هم يلتحوا بسكوبس. عملنا سيشنز تنميه مهارات للطلبه عامه، دي برضو في شركه مالتي ناشونال، شركه عالميه، تنميه السكيلز بتاعت الطلبه، برزنتيشن سكيلز، ازاي ينمي الكارير بتاعه، ازاي يكتشف هو عايز يخش في انه كارير. يعني كارير عامه
لاي فيلد بقى او اي مجال، مش شرط الصيدله بس، واسع يعني. مش مهندس بس مش هيطلع مهندس بس صيدلي، ممكن يشتغل في مبيعات، ممكن يشتغل في تسويق. كل واحد المجال دلوقتي بقى واسع لكل لاي كليه. فده برده من السيشنز اللي احنا اديها ونازل فيها، يعني السبونسر او الراعي بتاعها شركه مالتي ناشونال، شركه كبيره. هي نازله راعي سبونسر ليها دلوقتي وهتبدا من الاسبوع الجاي. اوكي، يعني في سبونسرز وفي ناس بتمولكم. اوكي، ما هو تمويلنا تقريبا يعني كله قايم على من الشركات الادويه ومن الدعم اللي بتقدمه لنا دعم الشركات الادويه. والجامعه ما بتقدمش اي حاجه غير اللي بتديكوا المكان بس اللي انت هتقوموا؟ لا، هي الجامعه احنا من ضمن، احنا لينا سوبرفايزرز او لينا رواد على المؤتمر. منهم دكتور عبد الناصر سنجاب، ده عميد الكليه. ودكتور سامر منصور، دي المشرف الاكاديمي. دول هم المسؤولين عننا، دول بيوفروا لنا، دول بقى اللي بيدونا البصه البعيده شويه للمؤتمر بتاعنا. يمكن كلنا طلب في طلب، بس دول الناس الوحيده اللي بيدينا البصه الخبره، بيدونا الخبره بتاعتهم. بلس طبعا دعم الكليه، الحاجات اللي يقدروا يوفروها لنا من اماكن، من تصاريح، من الكلام ده كله. هي تقييم الطلبه بقى بيبقى على اساس ايه؟ من قبل شركات الادويه اللي بتقدموا لها السي فيات بتاعت الطلبه؟ كل شركه بيبقى ليها الشخصيه المعينه اللي هي عايزاها. يعني شركات المالتي ناشونال بتبقى ساعات بتبقى محتاجه خبره، مثلا خد تريننج في فترات الدراسه. فساعات يعني حتى لو مش وفر عن التريننج، ساعات هي بتكلمه مثلا اللي مقدم على شغل تقول له تعالى فتره تريننج الاول تشوفه هو هيشتغل ازاي او هيطلع شغل عامل ازاي، بحيث تبدا تقيمه احسن. لان يعني في واحد، هي في شركات بتحب ان مثلا تنزله تريننج شهر او شهرين، بعد كده مثلا واخده 50 واحد تريننج تبدا تصفيهم، تقوم منهم حوالي 10 او 15 واحد حسب ما هي محتاجه. في شركات بتقبل على طول، وغالبا بتبقى الشركات المحليه هي اللي بتقبل على طول، بتعتمد مثلا على الجريدز، سواء جيد جدا، الحاجات دي. ده بيبقى مستوى التقييم. طب ولو انا في سنه اولى صيدله ممكن احضر المؤتمر، ولا لازم اكون خلاص هتخرج عشان يبقى عندي في السي في بتاعي ان في فتره تريننج قضيتها؟ ولا ممكن اجي عشان اخد فكره عشان اعرف بعد كده ابقى من خلالها مثلا لازم اعرف ان انا لازم يبقى عندي تريننج كل صيف عشان يبقى ده كويس هيضيف لي السي في بتاعي؟ هو في الناس الطلبه، احنا من ضمن الشركات مش بس بتيجي عشان شغل، ممكن الناس اللي لسه بتدرس ممكن تدخل تريننج، ممكن تدخل تدريب في الصيف. بحيث ان هو بيجي يقدم، احنا في الهدف الاول والاخير بتاعنا احنا نفيد الطالب. فهو الطالب يحس ان هو يتخرج، زي ما قلنا ان هو صدمه سوق العمل دي تتشال من عنده خالص. هو جرب مره واثنين وثلاثه، خمس سنين دول قضاهم كلهم ان هو بيجرب. طب ايه اللي بينقص طلبه كليه صيدله من وجهه نظركم؟ ليه الفتره الاخيره الموضوع قلب تجاري بحت كده يعني تحسه؟ قلب تجاري بحت طبعا الحاله الاقتصاديه اللي احنا فيها طبعا. فطبعا قلب حاله، يعني الناس كمان بقى بتبص للصيدلي انه مجرد واقف في صيدليه، ما بقتش بتحس بدوره كدكتور. مجرد مناول في الصيدليه. احنا بنحاول نغير الفكره دي. وفي عندنا ورشه عمل لتغيير الفكره دي بالذات، اسمها الصيدله الاجتماعيه. عشان نغير فكره ان الصيدلي مجرد بياع. لا، الصيدلي مش كده. الصيدلي المفروض هو بيركب ادويه في الصيدليه. الصيدلي يعني دخل مجاله بقى، توسع مجاله في المبيعات وفي التسويق. بقى في كورسات تسويق دلوقتي يعني متخصصه للصيدله. دخل المفروض كمان لينا مجال في الصيدله الاكلينيكيه. ده مجال لسه صغير في مصر، بس ده المفروض العالم كله ماشي بيه دلوقتي. هو ايه بقى؟ ان الدكتور ان الدكتور هو وظيفته يشخص، والصيدلي الاكلينيكي ده هو وظيفته انه يعالج بقى ويتابع حاله المريض. ده هنا متطبق في مستشفيات قليله قوي، اهمها 57 357. واحنا عاملين بروجكت معاهم، لان عندنا برده ورشه عمل للصيدله الاكلينيكيه. فدي برده من اهم الحاجات الموجوده عندنا، بروجكت بنعملها معاها عشان برده نعرف الطلبه يعني ايه صيدله اكلينيكيه، لانه ما بقاش معروف. طبعا. فالمجال انحصر في مجرد ان المواطن بقى شايف ان الصيدلي واقف قدامه في الصيدليه، يروح له بروشيتا او بيروح له بعلبه الدواء عشان يديله الدواء وخلاص. لا، هو دورنا اكبر من كده. دورنا في حاجات كتير قوي، مبيعات، تسويق، صيدله كلينيكيه، وفي صيادله موجودين في الطب الشرعي كمان ليهم دور. ده بيبقى ليه دور في تحديد لو الحالات، في حالات وفاه بسموم، حالات وفاه ليها اي علاقه بادويه، دي مسؤوليتنا احنا، مسؤوليه الصيدلي. ده برضو عندنا ورشه عمل السنه دي، وكانت اول سنه تفتح سنه اللي هي الصيدله الشرعيه. هايل دي اول سنه. كلها مجهوداتكم انتوا كشباب. كلها مجهوداتنا يعني. هو ده الفكر، هو ده مستقبل مصر بتاعهم، او المؤسسين بتاعهم شباب. يعني اثنين شباب هم اقترحوا الفكره، بداوا يوصلوا الناس في الطب الشرعي. كانت حاجه صعبه اساسا ان هم يوصلوا لحد في الطب الشرعي، المجال مقفول جدا، مجال صغير. فبداوا يدخلوا فيه، واتعملت ورشه عمل كامله وفيها حوالي 120 واحد السنه دي.
طبعا انتوا اكيد مطلعين على المشهد السياسي في مصر، اكيد انتوا مش مغيبين عن اللي بيحصل في مصر تماما. أكيد. يعني في اتهامات كتيره جدا موجهه للشباب دلوقتي، ان الشباب ما بيفكرش، ان الشباب مش داريين باللي بيحصل في مصر، ان الشباب فاشل وقاعد على القهاوي حتى لو كان في كليات، وتخريب والكلام ده كله. اكيد ليكوا رؤيه، واكيد ليكوا امنيات لمصر، واكيد ليكوا كمان امنيات نقدر نقول احنا عندنا الحال في المستشفيات حال مزري، خلينا نكون واقعيين. متهيألي اكيد لما بتروحوا اي تدريبات عملي بتشوفوا المستشفيات بتاعتنا شكلها عامل ازاي. بتأملوا ايه لمصر وبتتمنوا ايه لمصر، وتردوا على الاتهامات اللي موجهه للشباب بان هم شباب فاشل وقاعد شباب فيسبوك وتويتر بايه؟ هو انا هريفريس كلمه او هعيد كلمه كان دكتور عندنا في الكليه اسمه دكتور عبد الحميد الشامي الله يرحمه، ده من الناس اكتر الناس اللي علمت ناس في الكليه عندنا. هو قال لما كان الناس تكلموا في السياسه او تسالوا في حاجه كان بيقول انا اللي اعرفه الحبايه دي. لو كل واحد اشتغل اللي هو عارفه واشتغل الحاجه اللي هو عارفها وبيحبها ويبدا يطور فيها ويعلم الناس من بعده البلد هتمشي. لو كل واحد في مجاله سواء صيدلي علم الصيدلي والطالب علم الطالب، المهندس بدا يعلم كل واحد بالخبره، ان يمكن الكلام المعروف ان الشهاده بس هي مش هتفيد، بس كل واحد بخبرته هي يعلم الباقي الناس. هي دي الفكره اللي احنا بنتكلم فيها، ان كل واحد يبدا يشتغل في اللي هو عارفه، يبدا يستفيد من الناس اللي حواليه، يبدا يضيف للمكان اللي هو فيه، مش بس ان هو بيضيف لنفسه، لا بيضيف مثلا للفيلد بتاع العمل بتاعه بس. فلو كل واحد من الشباب قدر ان هو يوجه طاقته صح في مجال شغله وفي المجال اللي هو هيتطور فيه بعد كده ويقدر يسيب فيه البصمه بتاعته، البلد ان شاء الله هتبقى احسن. طب انت شايف ان في مجال الشباب ان هم يقدروا يطوروا او كمان ان هم يقدروا يستغلوا طاقتهم في حاجه فعلا تكون ايجابيه، ولا شايف ان دورهم منهمش؟ يعني ما فيش دور للشباب تماما. هو حاليا في سياسه متبعه لتهميش الشباب شويه، بس الى حد ما احنا ما زلنا بنحاول. احنا في سكوبس بنحاول نطلع بنفسنا فعلا. ورش العمل بتطلع بروجكتس رهيبه جدا، الشركات بتنبهر بيها، بيجي لنا مديرين من الشركات بيقول لنا الشغل ده شغل يعني محترفين، انتوا ازاي طلعتوا الشغل ده؟ يعني بتلاقوا فعلا في ناس مؤمنه بطاقتكم، ما بيقولش عليكم ان انتوا فشله. بس اللي مؤمن بطاقتنا غير مسؤولين بقى، بيبقوا ناس اللي هم فعلا عايز يستفيد، يعني مثلا مدير شركه فعايز يستفيد من الشغل ده، فبياخد مثلا سواء هياخده يشغله بعد ما يتخرج، سواء ده اخر سنه مثلا فبياخده يشغله، سواء هيستفيد من الشغل اللي اتعمل، سواء الافكار الجديده. لكن عايزين نخش في الحياه السياسيه شويه، بحيث برضو يبقى في افكار. الدنيا بتتطور، بنتطور، واحنا اللي بنتطور معاها. احنا ما قلناش دلوقتي مجرد بنتفرج على التلفزيون، دلوقتي بقى في نت، بقينا منفتحين على العالم كله، بقينا بنتفرج على التطور، بقينا نفسنا نواكب الدول المتقدمه طبعا. فاحنا الفكر الجديد، يعني لازم الناس، لازم الدوله تحاول تبص لنا شويه عشان نبدا نطور من فكرنا. طيب خليني كمان ارجع مره ثانيه، وعايز اعرف حال المستشفيات، وعايز اسمع الكلام ده من شباب. احنا عندنا فقرات كتيره جدا بنعملها عن في نهارك سعيد عن اضراب الاطباء، وعن حال الاطباء في مصر، وعن الكادر الوظيفي، وحاجات كتيره جدا جدا. وانا عارفه كمان ان المهيات حاجه مزريه وتعبانه جدا جدا جدا. انتوا من وجهه نظركم شايفين، او تقدروا تنقلوا لي الصوره دي من وجهه نظركم كشباب ازاي؟ احنا بنحاول اللي يقدر يساعد او يقدر يطور معانا مستشفيات، احنا بناخد ايده وبنروح بيه للمستشفيات ان احنا نطور بيها. يعني احنا مؤخرا الحمد لله قدرنا ان احنا نوفر مثلا اوضه تطعيمات في المستشفى المطريه، بحيث برضو دي خطوه ان احنا بنطور المستشفيات، بنطور الخدمه الصحيه في مصر عامه. سواء بقى غير طبعا ورشه عمل الصيدله الاكلينيكيه، بحيث ان احنا مثلا الفتره دي اشتغلنا في مستشفى العباسيه، وحاليا في 57 357، ولسه للفتره الجايه كمان مستشفيات. احنا على قد ما نقدر بنحاول نطور دور الصيدلي في المستشفى، وبنحاول نطور المستشفى نفسها. طب بتأملوا ايه لمصر اخيرا؟ يعني كل واحد من وجهه نظره كمان، ان احنا مقبلين على انتخابات رئاسيه جديده، ومقبلين على رئيس جديد لمصر، مقبلين على فتره جديده كلنا موجودين فيها، وبقالنا 3 سنين عامه بنقدر نقول لمصر فتره انتقاليه. بتأملوا ايه لمصر من وجهه نظركم في السكشن بتاعكم كصيدله؟ خلينا ناخد الاول وبعد كده نعمل. يعني اهم حاجه ايا كان الرئيس اللي هيجي، يراعي ربنا في البلد دي، ويراعي ربنا في الشعب ده. الشعب ده تعب كتير. ويبص للشباب شويه، هم دول امل البلد، بس ايا كان الفيلد بتاعهم، بس يبص للشباب شويه عشان الشباب مهمشين كتير. شكرا، اتفضل. بتمنى لمصر ان كل واحد، غير كمان اللي فوق اللي تحت كمان، يعني مش بس الرئيس والمسؤولين، كمان كل مواطن ان هو يراعي ربنا في شغله، يراعي اللي هو مش بس بيمثل نفسه،
بيمثل حاجه كبيره قوي، سواء حد طلع بره او حد لسه شغال جوه. يمكن من ضمن الناس اللي بتبقى من صغرها بتتعلم وبتبدا انها تشتغل على نفسها، الناس دلوقتي هي اللي بتدير الشركات. الشباب، فئه الشباب لو ركزنا فعلا عليهم هم دول اللي هيبنوا بعد كده قدام. يمكن فعلا الاحصائيه اللي بتقول ان 60% من الشعب المصري سنهم تحت 30 سنه. ده صحيح. فهي الناس لو قدرت، لو ركزنا على السيكتور ده قوي وطورناهم كويس، هي دي الناس اللي هتبني البلد قدام. وفي نفس الوقت احنا ما قلناش ان احنا مش عايزين بنلغي الخبره تماما، احنا محتاجين الخبره، بس الخبره اللي بجد اللي قدرت ان هي تقدر تفيد، مش خبره بس على ورق. الكبير يعلم الصغير، في الصغير هيطور بفكره بقى، يعني خبره مع التطوير ومع الفكر الجديد اكيد ده اللي هينفع البلد دي في الفتره. بتمنى لكم التوفيق يا رب ان شاء الله، وفي الايفنت اللي جاي واحنا هنا بيتنا مفتوح ليكم في اي وقت، تشرفونا وتيجوا تنقلوا افكاركم، لان الواحد بيبقى سعيد لما بيلاقي افكار بوزيتيف وبيقدر ان هو يرسل رسائل ايجابيه لكل الشباب، يحفزهم ان في شباب زيكم يفرح، وما استناش مسؤولين ان هم يعملوا له افكار، بالعكس انتوا قررتوا ان انتوا تعملوا الحاجات دي من دماغكم، لان دماغكم كويسه ونظيفه زي ما بيقولوا يعني باللغه بتاعتنا يعني. اشكركم يا جماعه، حسن طلعت نائب رئيس العلاقات العامه للمؤتمر، وحسام الفقي نائب رئيس المنظمه التنظيميه للمؤتمر. في اخر كلامي بتمنى طبعا ان نفسي بصراحه يكون عندنا حاجه موجهه للشباب نقدر نستغل طاقتهم بجد بدل ما يفوت الاوان. اشكركم ونلتقي معاكم الفصل، وخليكم معانا.